الأستاذ محمد كامل رئيس شركة استادات شرح القصة بالكامل للإخوة في الصعيد في المؤتمر. اللهم إنا نشهدك أن ما أوتينا ذلك عن علم منا، الحمد لله رب العالمين. أنا فخور جدا وبتشرف جدا وعندي حالة من الفشخرة الفظيعة جدا بوجودي النهاردة في مدينة الأقصر. أنا يمكن الأقصر بيني وبينها علاقة كبيرة من زمان. إحنا من سنتين اشتغلنا ماراثون زايد هنا في الأقصر وخدنا عليه جايزه في المانيا. يعني بالنسبه لي الاقصر حاجه جوه قلبي جدا، وعشنا فيها فترات كبيره في شغل. انا مساهم بشركه برزنتيشن الموجوده في الاقصر، يمكن البلد الوحيده اللي احنا واخدين حقوق فيها هي الاقصر، لانه الاقصر بامانه انا بحس ان هي حاله مختلفه جوه مصر. اما تيجي تقول مصر قوي بتقول الاقصر قوي، فالأقصر بالنسبة لنا حالة مختلفة. واحنا بنفكر في الوحدة الاقتصادية مع النادي الأهلي جالنا تفكير في حزم اقتصادية كبيرة جدا. الحزم دي منها حزم تجارية كتير. احنا اشتغلنا في قناة النادي الأهلي، عاملين شغل في قناة النادي الأهلي، عاملين شغل في أسوار النادي الأهلي، عندنا شغل في الاستاد بتاع النادي الأهلي. لكن يظل طيبة هو الحاجة أو الحالة الكبيرة لأخونا كابتن خطيب. قصة بالنسبة لنا مش قصة إن إحنا يبقى في نادي في الأقصر، هو ده المختلف. المختلف إنك ما تبقاش نادي، المختلف إنك تجيب مكان تربي فيه أولادك. النادي ده زيه زي المدرسة بالضبط، وده الطريقة اللي اتعلمنا فيها في النادي الأهلي. يمكن النادي الأهلي مش بس أسوار النادي الأهلي، النادي الأهلي قيم ومبادئ كبيرة جداً. القيم والمبادئ دي احنا جايبينها من القاهرة، هنحطها ما بين أسوار النادي في طيبة وفي الأقصر. مش هقدر هنا منكرش ومشكرش أخونا البشمهندس مصطفى، أنا شايفه شونس مصطفى، أنا بشكرك جزيل الشكر. هيئة المجتمعات العمرانية اللي تعاونوا معانا في التعاقد ده، وطبعا سيد مصطفى وكل الناس في القاهره، هيئه المتعاقده في مصر مع الوزير الاسكان وسيد مصطفى البولي، اللي انا عارف وعندي معلومات وبتوصلني معلومات انه قد ايه حساس جدا ناحيه مدينه طيبه، وكل التفاصيل بتبقى عنده وكل حاجه هتبقى موجوده. وان شاء الله باذن الله رب يشرفنا في الافتتاح. نرجع تاني لموضوع التربيه، هي الفكره انك تربي نشء باني طريقه. الناس لما هتروح النادي الاهلي في الاقصر ويشوفوا الولاد لابسين تيشيرت النادي الاهلي وهم بيتمرنوا، والبنات وهم بيتمرنوا باسكت، والولاد بيتمرنوا طايره. مش بس خالد ديبو هيطلع، لا هنطلع لاعبين كبار في مجالات اخرى، لانه بامانه وانا بقول الكلام ده وانا مش مكسوف ومش زعلان، بالعكس انا لازم نواجه الحقيقه بتاعتنا انه الصعيد محتاج اكتر من كده. احنا مقصرين، احنا اللي عندنا تقصير. الحمد لله النادي الاهلي اول من بدا وبادر انه يجي بنفسه للصعيد ويجي هنا في الاقصر، لانه فعلا في كوادر كتير جدا جدا موجوده احنا مقصرين في ان احنا نوصل لها. الحمد لله ان شاء الله دي بدايه كبيره، وبدايه ان نشوف ابطال كبيره. انا يمكن كنت مع امبارح مع كابتن خالد ديبو بالليل، وكان معانا سيد مرجان، وبنتكلم على النشأ. هو بيقول لي سيبك بقى من اي حاجه في النادي، الثروه الحقيقيه هتطلع في الكوادر اللي هتطلع من هنا من الاقصر. فالاقصر هتبقى هي النقطه المضيئه في الصعيد اللي هتطلع لنا كوادر كتير جدا تبقى موجوده في النادي الاهلي.